السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد اللي غادي نوجدو فيه ان شاء الله واحد ميني حريشات تيجيو صغار اللي غادي نحتاجو فيهم نص كيلو تسميده رقيقه اللي تتكون رقيقه على هذا الشكل، قبصه الملح، كاس ديال السنيده من العبار الصغير ديال العنبه، والا كانت العنبه كاس ديال السنيده كبير تاخذوا نص كاس. غادي ناخذ، انا خديت هذا الكاس الصغير سنيده وغادي ناخذ معاه كاس ديال الزيت صغير، وغادي ناخذ خماره حمراء وفانيا ونص سيترو الحليب، وغادي نحتاج القليل من السميده الرقيقه اللي غادي نكورو فيها ان شاء الله الحريشات ديالنا. بسم الله، اول شيء ناخذ السميده الرقيقه اللي هي نص كيلو، ناخذ واحد القبيصه ديال الملح، ناخذ كاس ديال السنيده صغير، ناخذ كاس ديال الزيت النباتيه، وانتم الا عندكم القياس ديال العنبه كبيره تاخذوا نص، نبسبسوا الخليط ديالنا بهاد المكونات. تعاد السنيده والزيت والقبصه تاع الملح تبسبس مع السنيده، نضيفوا لها خماره واحده، ونضيفوا فانيا، ونعاودوا نبسبسوا هاد النواشف كاملين حتى يدخلوا في السميد ديالنا. غادي نضيف نصف لتر من الحليب، هما حاولوا باش نديرو السيترو تدريجيا بشويه بشويه، نحت عندي ايترو انا عارفه القياس ديالها، تقريبا عندي نص سيترو دابا. البنات تتجي على هذا الشكل هكذا، غادي نخليوها 5 دقائق تترتاح، نغطيوها بالبلاستيك الغذائي ونرجع معكم. البنات ها هو الخليط ديالنا ديال الحريشات، من بعد ما ارتاح شويه غادي ناخذ واحد الطاسيه فيه شويه الماء، غندهنوا به يدينا، وناخذ كويره حنا اللي غنتحكموا في حجم ديال الحريشات الصغار، غادي نضيفوا السميده بحال هكذا، وغادي ناخذ واحد الغلاقه ديال الشوكولاط ولا ديال اي حاجه متوفره عندكم، غنضيف عليها شويه السمين، نكور هكذا ونحطها بالطريقه، وتنخدموا بلي متوفر عندنا، وناخذ المقله سخنتها شويه مسبقا ودهنتها دهنه وحده بالزبده او الزيت، وغنضيف بحال هكذا، نستمر معكم. ناخذ شويه الماء، ناخذ كوره
ديال السميده، نضيفها في السميده رقيق، نرش هاد الغطا، نضيف هكذا، وانتم اللي تتحكموا في الحجم ديالها كبير او صغير، ما عليكم الا تبدلوا الحجم ديال هذا الغطاء. غندير هادو يطيبو من الاسفل وخليكم معايا حتى يقلبو ان شاء الله. ها هي البنات ما طابتش على جهه وحده، غادي نقلبوها، ما تحتاجوش حتى هاد السباتولا، شتي حتى تجي على هاد الشكل. طيب ان شاء الله على الجهه اخرى، ونستمر انا حتى نكمل كلشي باش تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله ديالها. البنات ها هي من بعد ما طابت على الجهتين غادي نحيدها دابا كما واضح لكم، وغادي نستمر حتى نكمل الحريشات ديالنا كاملين وتشوفهم في الطبق النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الميني حريشات ديالنا، تيجيو على هذا الشكل كما واضح لكم. نتمنىهم يعجبوكم وتجربوهم، راه تيجيو محمرين وزالين. تمرافقوهم بالعسل او بالكونفيتير او بالفرماج او الزبده، نتوما واش اللي متوفر عندكم. ما تنسونيش من لي لايك وكومونتيرات زوينين، وبصحة وراحة.